لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من إسطنبول مراسل الغد علام صبيحات. علام، ما هي نتائج زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى إسطنبول اليوم؟ نعم لينا، من المبكر الحديث عن النتائج لأن الزيارة لا تزال قائمة واللقاء مستمر الآن بين وزيري الخارجية التركي مولود تشاوشولو واليوناني نيكوس دينديس في العاصمة التركية أنقرة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد التقى قبل قليل بالوزير وزير الخارجية اليوناني. استمر اللقاء بينهما بمشاركة وزير الخارجية التركي نحو 45 دقيقة، ولكن نستطيع الحديث عن أبرز الملفات الخلافية بين قوسين بين تركيا واليونان في هذا الإطار. هناك ملف الحدود البحرية، عمليات البحث أو التنقيب التركية في شرق المتوسط، المياه الإقليمية والحدود والمناطق الاقتصادية الخالصة، الحدود البحرية للجزر اليونانية تحديدا والحدود الجوية بين البلدين، والعمليات العسكرية أو التدريبات العسكرية بشكل أدق بين يعني في شرقي البحر الأبيض المتوسط وفي بحر إيجا. كلها ملفات تبحث اليوم يعني بين الجانبين، وهي كلها ملفات خلافية بحسب تصريح وزير الخارجية التركي على الأقل مولود تشاوشولو، بالإضافة طبعا إلى التطرق إلى ملف قبرص، العملية يعني عملية السلام في قبرص والخلاف بين قبرص الشمالية المدعومة من تركيا وقبرص الرومية أو الجنوبية المدعومة من اليونان. هي ملفات خلافية كبيرة حقيقة إذا صح التعبير، وبالتالي التوصل إلى اتفاق في هذه الجولة اليوم من هذه المحادثات يعني هو أمر مستبعد إلى حد كبير، ولكن هي بداية لمرحلة جديدة من المحادثات، أخذا بالاعتبار أن الجانب التركي على الأقل الجانب التركي تحدث عن أن المحادثات الاستكشافية والاستشارية التي تمت بين الجانبين حتى الآن على الأقل بعد انقطاع نحو 5 سنوات وإعادتها مرة أخرى لم تسفر أو لم تصل إلى أي نتائج ملموسة واتفاقات بين الجانبين، وعليه تم رفع مستوى يعني اللقاءات بين الجانبين لمستوى وزراء الخارجية. هي زيارة بالمحصلة هي زيارة مهمة جدا، نعم، ولكن العقبات أمامها أو أمام وزير الخارجية التركي اليوناني هي عقبات كبيرة جدا والتحديات كبيرة والخلافات أيضا لا تزال كبيرة وقائمة. شكرا جزيلا لك علام صبيحات مراسل الغد من إسطنبول.